جعفر قاسم مساء الخير. مساء النور. واش راك؟ لاباس الحمد لله. ريحت شويه من والله الحمد لله. والله ريحت والحمد لله. وراك تعيش في النجاح تاع دار الفشوش؟ والله النجاح تاع دار الفشوش هو كش يقولوا سي لامباكت تاع البوبليك، يعني الجمهور كي تحس باللي من خلال اتصالاتك بالناس وبالجمهور تاعك كي تشوف باللي كاين رد فعل ايجابي، نحس باللي الواحد يكون بزاف قلبه منشرح وقلبه مفتوح وفرحان كذلك، لان نحس باللي كاين تجاوب والمشروع اللي قدمته كاين الناس فهماته وبالعكس يلو ادوبتي استاذ تبناوه. وعلاش احنا دائما كل البلدان العربية 30 يوم يعني 30 حلقة، غير في الجزائر 24 ولا 23، واش نديرو في هذيك السمانة؟ طيبوا الكاطو واش نديرو؟ ملعاني باش تعجنوا باش ديروا له الحلوى. وعلاش في الجزائر هكذا؟ لا المسلسلات الكوميديا حنا كل شيء خلاص 30 20 22 يوم كل شيء يحبس. كل شيء يحبس. والله غير عندك الحق، سؤال مليح بصح والله غالب احنا كل مرة نخدموا في آخر نخدموا مع الاخر، ما نخدموا قبل رمضان بثلاث شهور بشهرين توجور نجرو نجرو نجرو. والله غالب ما اولا كاين كتابه تاخذ وقت، ثانيا كاين عنصر واحد اخر كثير مهم اللي حكينا عليه كل مره هو عنصر الماده، استاذ لي فينونس دراهم سبونسور سبونسور ولا القناه ولا توجور مع الاخر، باسكو هما اللي يديروا الميزانيه تاعهم، ميزانيه تاعهم يديروها في ديبي تاع العام مثلا، لكن احنا كي نخدموا لرمضان رمضان راه يقرب ما راهوش قاعد فيكس، دونك هما كيديروا لي سبونسور ولا القناه كيدير الميزانيه تاعها في اول السنه ما تخرجش دراهمها من قبل، دونك حنا ما نقدروش نخدموا نستناو. ويقول لك القوري يقول لك لارجون سي لو نير دو لا غير، حب يقول اذا ما كانش عندك الميزانيه اللازمه ما تقدرش دير كاستينغ، ما تقدرش تبدا تخدم. تري تري امبورطون، على بها ما نقدرش نديروا 30 حلقه، اذا درت 30 حلقه عارف باللي الحلقات الاخيره راح تكون النوعيه تاعها تحبط. في اللونسمون تاع دار الفشوش والحلقات الاولى الناس قالوا علاش راهم جعفر قاسم على مروان قروابي، لكن مع مرور الوقت قالوا عنده الحق في حياه مروان قروابي. انا نحب دوك كيما قلت مع قنوات واحده اخرى، انا كمخرج نحب كش يقولوا نحب لي ديفي استاذ نحب التحديات، اذا ما اذا كان المخرج ما يحبش ما يدير ما يتحداش بعض الامور ماهوش مخرج بالنسبه ليا. فهاد العام كان عندي تحديات عده، منهم الكاستينغ برينسيبال اللي هو لحلو من لشخصيه تاع مروان قروابي. كان اول مره انا كنت يعني من زمان كنت حاب نخدم مع مروان قروابي، قلت حبيت نسييه في هاد البيرسوناج، هاد الشخصيه اللي ماهيش مختلفه بزاف بالنسبه للشخصيه الاساسيه تاعو، ما حبيتش نعطي له ما حبيتش نعطي له كاريزما، ما حبيتش نعطي له حاجه بعيده، لكن قلت نروح له غير بالعقل ومن بعد نبدا ننظف نبدا ننظفه، باسكو مروان قروابي 380 فولت صديق عنده واحد الانرجي الله يبارك، دونك انا لازم كنت غنقص له نقص له نروكارديه نروكاردريه استاذ نقول له نو مروان بيرسوناج نحبو هكا، حتى في بعض الاحيان لعب دراما فهمتني، دونك راهنت في على مروان ابخي ولا ربحت ولا ما ربحتش هذا رهان، نقدر نكسب وهو يكسب ونقدر نخسره، لكن فنيا اذا الواحد ما راهنش ما مش من بعد نقعدوا توجور نجيبوا الشخصيات اللي متاكد انه راح تنجح لك العمل، معليش هذه مليحه، لكن لازم كمخرج نراهن على شخصيات كيما مروان، شخصيات كيما رميسة غزالي، كيما نسرين، كيما اسماء اللي لعبت اسماء اللي لعبت الاخوه الخواتات اللي لعبوا فضيله ولعبوا ولعبوا نرجس، كيما ساميه مزيان لاول تجربه راها في, في, في الكوميديا. انا ساميه مزيان يعني نحييها لان قامت بدور كبير بزاف بزاف مع كل النخبه اللي شفناهم، هشام صباح، عثمان بن داود، واللي لعب الباجي ميسوم امين ميسوم تاع وهران اللي لعب البوغاتو، كاين 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 اسمها نوارا اللي لعبت سكينه، كاين البيلوت اللي دار وسيم فوالا هذاك اول مثلا البيلوت وسيم اول تجربه له في التلفزيون،
هذاك كذلك اللي يحب يخطب فضيلة جلالي هذاك السمين أول أول تجربة لها في التلفزيون، رميسة غزالي أول تجربة لها في التلفزيون، نسرين لعبت دور تاع فضيلة أول تجربة لها في التلفزيون. دونك يعني مهمة تاعي أنه نقدم للجمهور وجوه جديدة، كونسيبت جديد، ابخي يقدر يتقبلوا ويقدر يقول لي لا جعفر ما عجبناش، هذا هو الرهان تاع المخرج. والحمد لله جوبونس كي ياو ان بون غوتو. اكيد. هل عملك مع سميرة تي في راح يتواصل ولا انت كل مره تختار قناه ربما اللي تساعدك تكون اعمالك فيه؟ انا نحيي سميرة على انها اعطتني هذا الفرصه وكذلك لا كونفيونس تاعها باش درت هذا العمل. كان لي ما نخفاش عليك باللي شخصيا انا تاني كنت خايف، لان من بين رهانات هذا الرهان كذلك انه جعفر قاسم يعمل اخراج سلسله فكاهيه سيت كوم في قناه ماهيش متعوده على على لا كورس في الاودينس، يعني في تاع المشاهده تاع كيش يقولوا وقت الذروه تاع الاودينس تاع البرايم تايم. قناه سميره تي في معروفه بالكولينار بالطبخ بالاسره بالقعدات بالنساء اكسيتيرا، دونك قناه المراه كذلك. دونك كذلك حاولت انه يعني قدر المجهود انه نصنع الحدث على اساس انه الجمهور يروح يشوف قناة سميرة تي في بعد الإفطار. وهذا كذلك كان صعب جدا، أن خفت ما الجمهور يقول لك ما عرفناش ما كناش عارفين. لكن ما تنساش باللي السوشيال ميديا ساعد كبير، رانا في عهد الريزو سوسيو والسوشيال ميديا، فساعد كبير على أن الناس عرفت باللي كان فيه سيت كوم جديد في قناة سميرة تي في. الحمد لله وإن شاء الله سميرة تجدد لي الثقة إن شاء الله. طيب لما تحدثت على الاعمال الرمضانيه الاخرى، هل شفت الدامة؟ هل شفت حداش؟ هل شفت اعمال اخرى؟ واش رايك في التنوع وهذا المستوى؟ انا شفت، ما نقدرش نقول لك انا شفتهم 100% باسكو كنت في المونتاج تاع دار الفشوش، لكن من بين الاعمال اللي شفتها دامة وحداش حداش والبطحه وبعض الاعمال، انا نقول بلي هذا العام كانت الله يبارك كان الاثنين، كانوا الكميه وكان النوعيه. راني فخور بزاف انه اليوم نقدر نقول باللي عندنا برامج نقدر نحشموش بها من خلال الصوره، من خلال الصوت، من خلال التمثيل، من خلال اداره الاخراج اكسيتيرا. مو جو بونس كو يا هذا العام لا كاليتي، والحمد لله فرحان بزاف بزاف. وهذا رد شكون الرابح الواحد؟ هو الجمهور، هو المشاهد اللي يبدا يخير، يبدا يعرف احسن الانتاجات. والانتاجات حتى اذا كانت انتاجات سلبيه راح تكون عندها مهمه اصعب باش تولي تطلع في النيفو تاعها السنوات القادمه ان شاء الله. صلاح قروت زرته بعد عودته؟ صلاح قروت لحد الان ما قدرتش نشوفه باسكو الرجوع تاعو كتزامن مع التصوير تاعي اللي كنت في مده التصوير، لكن ان شاء الله هذه الايامات نشوفه وتوحشناه. توحشناه وربي يجيب له الشفاء ان شاء الله، وربي يرجعوا ان شاء الله الصحه الفنيه العائله تاعو الفنيه. يوقف على ان شاء الله ان شاء الله. وفيلم هليوبوليس وين وصل؟ شفنا عروض، شفنا جوله، لكن في السباق العالمي وين واصل ولا توقف الملف؟ لا دوك هليوبوليس دار دوره اوروبيه، دار دوره عالميه، دار سباقات، طلع في مهرجان يعني كاتيجوري ا في مهرجان مصر، ما خداش جوائز كبيره يعني ما داش، لكن الحمد لله اول تجربه ليا تاع السينما اللي كانت لها يعني تجاوب كثير مهم، لان يعني فيلم شويه يعني خاص بالنسبه للتاريخ، قطعه من نبذه من تاريخ الجزائر. جو بونس هذه الايامات راح يجوز في منصه رقميه في اسمها شاهد، مجموعه ام بي سي. ومن بعد يبدا يفوت في التلفزيون، يعني خلاص قاعه العرض خلاص. خلاص جاز، فاتت مده قاعه العرض تاعو في كل البلدان، جاز في تونس، في مصر، في الاردن، في دبي، جاز في امريكا، في اوروبا، في المانيا، فرنسا، جاز باختو. الحمد لله. ودوكا تيك يبدا ككل افلام سينمائيه تفوت في منصه
ومن بعد تفوت في قنوات التلفزيون ان شاء الله. اكيد اليوم رانا تلاقيناك اكيد، لكن على هامش اطلاق مستر اكس للبسط على اكتشاف المواهب في كل المجالات، وشايف في هذا الجرأة منه انه اقتحم هذا المجال، لانه كاين فراغ في هذا الامر اللي سامبا. انا اقول باللي سمير الميزه تاعو انه يعني ينتمي، هو فنان كذلك بيزنس مان، دونك انا نقول باللي راح يساعد هذا الشيء مليح لينا حنايا في عندنا في الجزائر، ولازم هذا كيش يقولوا هذا الانيشيتيف لازم تكون ماشي غير في العاصمه، مبادرات لازم يكون حتى في المدن المجاوره ان شاء الله، في بليده، في سطيف، في وهران، في قسنطينه، تيزي وزو مدن داخليه، لان هاد لي زوندرو وهاد الاماكن هي اللي راح تخلينا نكتشف احنا بعض المواهب، هاد لي كافي تياتر اللي يقدروا يعني يعني في بلدان واحد اخرين كاينين هاد المبادرات، في حاجه مليحه ان شاء الله نثمنها اون لوكوراج، نشجع ان شاء الله ينجح سمير صديقنا، ونجيبوا له ان شاء الله نكونوا هنا معاه باش يكونوا ندعموه، باش حتى اذا كان ممثلين واحد اخرين ولا مغنيين واحد اخرين نقدروا نكتشفوهم مباشره. وعاش الابداع وعاش الابداع وعاش الفن. شكرا لك. شكرا. صحيت.